أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول حفظكم الله لدي أولاد وكثيرا ما أحلف عليهم بألا يعملوا كذا لكنهم لا يستجيبون لأمري، فهل علي كفارة في هذه الحال؟ إذا نويت عقد اليمين يكون عليك كفارة إذا خالفوها. قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي نويتم عقده على أمر مستقبل ممكن ثم حصل مخالفة لليمين وجبت الكفارة. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم.